أسعد الله أوقاتكم. بودكاست جديد نستكمل فيه سلسلة بناء الشخصية ونبحر في موانئ النفس الإنسانية. خليكم على السماع وارفعوا أشرعة سفنكم لتمخر عباب الفكر ومحيطات السكينة. وهذه الحلقة هي بداية التعاون مع منتج جديد للصوتيات في قنواتي المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. رحبوا معاي بالمبدع المؤيد التميمي ابن أخوي، واللي راح يكون معاي أيضا في بودكاست جديد بعنوان حكايات شبابية. ونستكمل بودكاست بناء الشخصية، واليوم نتكلم عن طريقة اختيار الألفاظ وطريقة ترتيب وتركيب الجمل اللي نقولها لإيصال أفكارنا للآخرين. نعم يا صديقي، الألفاظ وترتيب الجمل من الأمور المهمة في بناء الشخصية، ولأننا نتحدث اللغة العربية الملأة بالمرادفات والكلمات والعبارات، فمن الضروري أن نحسن استخدامها وأن تكون سلاحا أساسيا في كسب القلوب والعقول. استخدام مفردة ما في غير محلها قد يتسبب في فقداننا لرصيد محبتنا في قلوب الآخرين. تخيل أنك رايح لصديقك تعزيه، وأول ما تسلم عليه تقول له خيرها في غيرها، أو هارد لك، سلامات الطيب. ربما ساعتها أنك تقصد أنك ترسم على محياه الابتسامة وتحاول إخراجه من حالة نفسية سيئة، لكن تذكر أن لكل مقام مقال، وأن استخدامك للمفردات في غير محلها قد تسبب في كوارث لا يحمد عقباها. وقياسا على المثال السابق، علينا أن نتساءل عن المرات التي خاننا فيها التعبير وتسبب في سوء الفهم وإغارة الصدور على من نحب، وكل هذا بسبب كلمة قيلت في غير محلها. لذلك علينا أن ننتبه للكلمات الصادرة من أفواهنا والتي تتحرك بها ألسنتنا. وكما أقول دائما لمن يصادف تلك العينة من البشر والتي تفيض ألسنتها بشتى أنواع التجريح والشتم والإساءة المقصودة وغير المقصودة، أقول دعهم، فإن أقواهم شكيمة أقدرهم في الشتيمة، والألسن لما في العقول تفضح، وكل إناء بما فيه ينضح. نعم يا صديقي، لسانك وكلماتك عنوان شخصيتك، فلا تجعل كلماتك تؤثر على نظرة الناس لك. وبكذا وصلنا إلى نهاية بودكاست اليوم. راح نكمل في البودكاست القادم عن بناء الشخصية المحبوبة والجذابة، ويمكنكم الاستماع للبودكاست عبر ساوند كلاود، وراح تلاقون الرابط في الوصف. وما دام وصلت عزيز المستمع إلى هذه النقطة، تشرفت بك وتشرف أكثر بملاحظاتك في التعليقات أدنى. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وأيضا مشاركة البودكاست مع من تحبون. وإلى أن نلتقي في البودكاست القادم، لكم مني أجمل تحية وأطيب التمنيات. طابت أوقاتكم.